السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من الوحدة 22 الانعكاس والمرايا، القسم 2 المرايا الكروية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعار المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق، مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. مسألة 29، تقرأ المسألة مرة 2-3-4 وبتحدد المعطيات والمطالب بالرموز المناسبة، وبعدين بتفكر شو المعادلة المناسبة للحل. البعد البؤري، استخدمت مرآة محدبة، بتحط دائرة حول نوع المرآة لتكوين صورة طولها ثلثا طول الجسم. هذه العبارة خلتني أكتب طول الصورة يساوي 2/3 من طول الجسم، وعلى بعد 12 سنتيمتر خلف المرآة. إذن بعد الصورة 12، كون ذكر خلف المرآة حطينا السالب، يعني لأنها بتكون خيالية. أوجد البعد البؤري للمرآة، بدك F. حتى نحسب البعد البؤري للمرآة بدنا البعد الجسم. فمن المعطى الأول طول الصورة على طول الجسم يساوي 2/3، بنستخدم معادلة التكبير M التكبير، ويساوي لطول الصورة على طول الجسم، وتساوي لسالب بعد الصورة على بعد الجسم 2/3، وتساوي أخذنا نحن هذه عوضنا فيها 2/3 وتساوي السالب الأساسي، وإكس آي عبارة عن سالب 12 سنتيمتر على إكس نوت، منطبق خاصية الضرب التبادلي، تطلع إكس نوت وتساوي 3/12، لأن سالب في سالب موجب، ومنقسم على الاثنين تطلع 18 سنتيمتر. بعد ذلك منطبق المعادلة العامة للمرايا، لأنه نحن المطلوب عندك F. هلأ إكس آي يعني بعد الصورة عندك يا سالب 12، وإكس نوت أنت حسبته 18. منرتب المعادلة بحيث تصير بهذا الشكل، F وتساوي ضربهما على جمعهما، لأنه ضربنا هذه بإكس نوت وإكس نوت مشان نوحد المقامات، وهذه ضربتها بإكس آي وهذه ضربتها بإكس آي حتى نوحد المقامات. المقام المشترك هو إكس آي في إكس نوت. منعوض، لاحظ إكس آي كام؟ سالب 12، ما نسينا نحط سالب، وإكس نوت 18 سنتيمتر. لاحظ الوحدات القياس كلها بالسنتيمتر لأنها حتروح مع بعض البعض، منضرب ومنقسم بيطلع عندك سالب 36 سنتيمتر. البعد البؤري سالب لأن مرآة محدبة، إذن أنت شغلك صح. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.